ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلام أهلا تونس، واخذ احتياطاتك ولا ليه؟ أي عاد كبس لي روحك ورد بالك، ما عادش فيها راه. واللي مازال معمل أني الدولة تفرض عليه باش يكبس روحه لازمه يمضمض. أي نعم، هكا قال لكم رئيس الحكومة للخريني يذي. هاي الصباح كاتبة كورونا تتمدد المشيشي ولا لا للعودة إلى الحجر الصحي، فكيف ستتجاوز تونس المحنة؟ ولا بريس قالت لكم بالفرنسي، لو شيف دو غوفرنمون اكارت تو سيناريو دو ريكونفينمون. وهاي في المغرب بالفليقي، رغم تجاوز عتبة 10,000 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، العودة الى الحجر الصحي الشامل غير مطروحة حاليا، والتعايش معه بات امرا واقعا. صحيت يا تتأقلم يا تودع، الحجر ذي تنساه. سمعت زياد كريشان شقال البارح؟ قريب شطر التوانسة يخدموا في القطاع غير المنظم، ما عندهمش تغطية اجتماعية وكونجيات، شطر الشعب النشيط ولا شي يقولون، وحتى اللي ضربته الفشلة زاد في قطاع البناء يوليوا 70%، والمعينات والمعينين المنزليين الكل 100%. كيفاش بشي يعيشوا وذوما بالحجر؟ باش توكلهم انتي؟ هما يجيوا تقريب شطر التوانسة، يعني عنا شطر غير منظم وشطر مريقل بين المتبحبحين والمتهنين بأنواعهم، وأغلبهم من المترسمين، هذوما اللي يحبوا على الحجر. هاي مسهلة الحكاية، تعرفش كيفاش؟ هات نعملوا حجر ونقسموا لك شهريتك على اثنين، شطر اللي كنتي وشطر الواحد من القطاع غير المنظم من المضامين في إطار التضامن. هاي الحلول والبرامج، أش قاولك تراه؟ ماك تحب التوزيع العادل للثروات؟ هاتا ونبدأ بثروتك انتي وتوتيخو الحجر اللي تحب عليه. هاي نصدمو ماكش موتيفي يا هاي ظهر فيك بديت ترخ. هاي مالا البسك الماسك ووخر التالي شوية ونقص حسك تعمل مزية. اقسم بالليل فهمت كيفاش الصباح خطر لها باش تكتب لنا الشيء اللي قريته اليوم. قال لك من مزايا الوباء العالمي على الانسان، الكورونا تحول البشر الى فلاسفه. اباي فلاسفه جمله واحده، بربي كي تلقاو منهم فيلسوف جيبوه لي، خاطر حسب ما قاعد نشوف الكورونا تحول في البشر الى برشا حاجات، اما فلاسفه ما هيش في الليسته. فما برشا حولتهم إلى فروخ صغار، أطفال مدللون ينغنغوا ويتسكوا، واه ما نحبش نلبس ماسك، واه نحب نمشي للعروسات ولا للستار، واه نحب نسلم ونبوس، شي يهمني أنا. وفما اللي حولتهم إلى بهايم بصراحة، يعني زايد نزينوا فيها، تي ليه يا ودي جد عليك فما كورونا، تي ويني الكورونا؟ ليه يا ودي يكذبوا علينا؟ وتلقاه مقتنع اللي هو أذكى واحد في النص الجنوبي للكرة الأرضية، وبقية العالم هما البهاي. وفما زادة اللي حاولتهم إلى مهسترين من الصباح لليل، وهما أنفا تسمو غيغ الدنيا بشتوفها، والأشرار يحبوا يقتلون الكل. وينهم الفلاسفة؟ بربي نورونا، خاطر حسب ما قاعد نشوف الكورونا ما خرجتش الفلسفة اللي فينا، بل برهنت على الفلسفة اللي خلطنا لها.